النهاردة الكهرباء وصلت في قطع أراضي بيت الوطن، وده المشروع الخاص بالعاملين في الخارج في منطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث. وكمان تم التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي لنفس المنطقة، والمحطة دي بتجمع مية الصرف الصحي بتاعة منطقة بيت الوطن وتحولها لمحطة صرف جنوب المستثمرين. تم منح مهلة أخيرة مدتها 3 شهور، وده للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع قطع أراضي بسفنكس الجديدة لاستيفاء المستندات. وده للي مش عارف، الناس اللي واخدين أراضي زي ما نقول كده وضع يد، ومدة ال3 شهور دي علشان قدامهم اختيارين، يا إما يدفعوا الفلوس أو تتسحب منهم الأراضي دي. جهاز تنمية العاصمة الإدارية استقبل النهاردة عدد من الموظفين اللي هيتنقلوا للعمل في العاصمة الإدارية في الحي السكن الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة. المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إنه هيتم خلال الأيام اللي جاية الانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية علشان يسلموا أراضي مشروع رأس الحكمة. وكمان النهاردة وزارة الإسكان عملت القرعة العلنية اليدوية المرحلة التكميلية للشقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة في استاد المقاولون العرب، وده للناس اللي ما حلفهمش الحظ وما سحبوش مقدمات جدية الحجز، واللي أصلاً اتقدموا برغبتهم على الموقع الإلكتروني في الفترة من 3 ل 21 مارس.